يا اهلا اهلا، هذا الفيديو من روان. قال في ماما نزلي عندك بالقناة، وهو اجتماع، يعني هو جروب حوامل كانوا يعني يجتمعون مع بعض في التليجرام. فهذا اول اجتماع لهم يشوفوا بعض وجها لوجه. فرحنا احنا ساعدناها شوي الظهر، وبعدين باقي الفيديو ترتيبات روان. يعني هو فيديو قصير كذا، بس والله فيه اشياء حلوة. هذه توزيعاتي مظاهر ماما للهبوط، عليهن ايموجيز، كل واحدة الايموجي اللي تحب تحطه عند اسمها دايم او تستخدمه دايم. وين اسمي ولا شلته؟ نعم هناك اسمي. القهوة السعودية وبس. بديت أسوي ترتيبات. مرة استمتعت بالتجهيزات صراحة، حبيت، أنا أحب ذي الأشياء. خلاص توزعهم، خلاص نسيت أطلب حلا. يا ويلي أطلب الحلا، بروح ألبس الشيء جاهز. زادت واحدة، راح أحطها عند المنزل. بس إني كريمة بالبخور، بس إن شاء الله ما يبقى منها شيء يستاهلون. لأن أحيانا تكون كبيرة فالنص يحترق ونص لا، صعبة تعيد. الثاني وجه لوجه.